التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة بس بطمن عليكي. انت في حاجة قلقاكي؟ حاجات. وانا منهم؟ انت ايه رأيك؟ انا رأيي ان انت تنفذي قرارك، توجعيش دماغك بينا احنا بقى، مفيش حد هيتعب غيرك انت يا ماما. صح، طز فيكم. شادي ما تسيبنيش. مش هينفع بقى موجود هنا. ايه؟ رغم كل العك ده البيت ده ليه صاحب، وانا مش هينفع ابقى موجود هنا وهو مش موجود، ولا حتى عارف اني جاي. اول مره بحس كاني ما اعرفكيش. ايه؟ وحاولي تخلي بالك من نفسك ولوحدك، لان انا شخصيا ما اعرفش ازاي. بقيت مش فاهم ايه اللي بيحصل بره، والمشكله ان المسجون ده لقى كل الناس اللي بيحبهم قافلين ابوابهم في وشه. الموضوع ده بيجرح قوي. بس لما المسجون يروح للسجان بخاطره ويبكي بدل الدموع دم عشان يدخله زنزانته ويقول انه ما صدق انه خرج، يبقى الموضوع في حاجه غلط يا هندسه. بس انت ليه عقدت ادم قوي كده على اللي عمله معاكم؟ اللي انت عملته معايا ده بالظبط اللي ادم عمله معاكم بالظبط. ماما وعبد السلام قرروا انهم هيجوزوا. مبروك، الف الف مبروك. خليهم بس يبلغوني امتى عشان نعمل حسابنا نبقى موجودين. انت لو كنت حاولت لحظه واحده انك تشديني معاكي لحياه جديده، انا كنت هعمل كده وهنسى كل حاجه قديمه في حياتي. حياتك انت كمان. طلبتوا منك؟ طلبتوا منك؟ زمان؟ زمان؟ اشتقتوا من كده؟
ممكن تصورنا؟ طب ايه كمان وحشك؟ يعني يعني من بعد ما بدأت حياتك الجديدة، ايه وحشك في حياتك القديمة؟ وحشكش الدي جي؟ وحشكش انك ترجع تاني ستاند اب كوميديان؟ مش عارف، يعني هو ساعات بيوحشني وساعات لأ. طب حاسس ايه وانت هتبقى اب؟ متفاجئ. أي مفاجأة حلوة مفاجأة وحشة؟ لا، ولا وحشة ولا حلوة، بس كانت غير متوقعة. ما حبيبة حكيت لي، قالت لي ان انتوا اصلا كنتوا مأجلين الموضوع ده وجيب الغلط. بالظبط. طب هو انت مش مبسوط؟ لا، انا مقولش ان انا مش مبسوط، انا قلت ان انا متفاجئ. حاجة بس تحلف انك ما تقولش الحبيبة. حاجة ايه؟ احلف بس الاول. حاجة ايه؟ هي حبيبة حاسة ان انت مش مبسوط. قالت كده؟ هي قالت لي ان انت من اول ما عرفت ان هي حامل وانت مكتوم وما بتتكلمش، ولما بتروح الشغل ما بترجعش غير على النوم. يعني حبيبة دونا عن كل الناس قالت لك انت بالذات ان انا مش مبسوط؟ وهي هتفضفض زي مين يا ادم؟ هي اصلا ما بقتش تشوف صحابها، وخايفه تحكي الموضوع ده لاخوها ولمراته عشان الموضوع ما يكبرش اكتر من كده. وانجي واي اصلا حاسه ان في ديستنس ما بينهم، فايه؟ وانت زعلت؟ لا. طب ايه ده؟ وحياه حبيبي عندك ممكن ما تقولش حبيبي ان انا حكيت لك. أنا قلت لك أصلا عشان البنت فعلا صعبانة عليا. طب ممكن لما تروح البيت تقولها إن أنت مبسوط؟ البنت بتحبك بجد يا آدم. ممكن تنام هنا وانا انام في اي اوضه تانيه. لا، مش فارق معايا المكان، عايز انام جنبك. لا مش هينفع. تصبح على خير.
انت حظك من السما يا ابو حميد، خلاص مش هتحتاج تستعمل دماغك في الكتابه. انت تسلم ودانك للبرنسيسه وهي هتمليك. حكيت لي شويه حواديت يطلع منهم فيلم بوم يكسر الدنيا. ده انا ما حكيتلكش حتى عن كل حاجه، ده في حاجات بس للاسف ما ينفعش تتعمل هنا ابدا. ده عايز ورا الافلام الامريكاني، بس انا عارفه متاكده ان الرقابه عمرها ما هتوافق على حاجه زي كده ابدا. ده غير اللي حكيتيها؟ يوه اكتر من كده بكتير قوي. الله، عشان كده بقى انا محتاجه امسك النص اهذبه واجمله واقلل الفجاجه اللي فيه شويه، يعني استعمل دماغي يا استاذ مصعب. ايه هذبه دي؟ احنا هنطفش الجمهور من اولها ولا ايه؟ اسمع كلام مسعد يا احمد. أه؟ هو اكتر منك خبره ومدعوك في الشغلانه من زمان. انا برضو. ايوه. بطل هزار بقى واتكلم جد شويه. ماشي. دلوقتي احمد جاي له شغلانه بس مع ناس تانيه. بس انا قلت له بقى لو عايز تبداها صح تبداها معانا احنا الاثنين. بص يا ابو حميد، انا عايزك تفرد ايدك خالص، سيبك بقى من الرقابه والتهذيب والكلام الفاضي ده، الناس تعبانه والسخونه دي بتشدهم. عايز تبدا جامد ابدا حراق، خلي الناس تتكلم حتى ولو هيشتموا. هو ده اللي بيجرجر رجل الزبون، وكل ما الناس تخش كل ما اساميكوا تلعلط، وهو ده المطلوب. ولا انت بقى من بتوع السينما النظيفه والحاجات دي؟ لا والله مش موضوع سينما نظيفه ولا حاجه، بس يعني برضه مش سينما بالوساخه دي قوي يعني. انت صدقت ولا ايه يا راجل؟ ده بيهزر معاك، ده حتى حابب الموضوع وهضمه قوي، عمال بيكلمني عنه كل شويه. ده حتى كان لسه موريني كام مشهد كده، مش عارفة اجيب لهم جراءة منين. ماشي، بيننا وبينك الكتوبة فنان. حلو الكلام. وإذا ما حصل كده يبقى تمضينا وتقبضنا عشان نسخن كده يا منتج ونشتغل. عيون المنتج. بص يا ابو حميد، اكتب الحدوتة كده في ورقتين وعد عليا في المكتب، همضيك وحينك. تحيني؟ ان شاء الله. ماشي. وانا بقى هتمضيني امتى؟ عشان اجيب اللبس بتاع الشخصيه الجديد واعمل لها اللوك بتاعها. لبس؟ اللبس ايه؟ احنا محتاجين اللبس في ايه؟ ما تلم نفسك يا راجل. والله انت زي العسل، بس للاسف لازم امشي. لا 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 لا، ولا يهمك حبيبي. شكرا. ابو حميد تليفوناتي معاك. اه، عد عليا في المكتب وانا ريدي. تحت امرك. مع السلامه حبيبي. رايح فين؟ بقى عشان تظبطيه. طب ما انا قاعد مش عارفه تظبطيه للاخر. والله؟ عايز تلج يا برنسيسه قلبي. حالا. طب هقلبه بسرعه وهكلمك اول ما ينزل. ما تبعدش. حاضر. بعد إذن سيادتك، طلع لمين حضرتك؟
لا ده انا كنت بحاول الحق الاستاذ اللي طلعت عشان وقع منها حاجه وهي نازله من التاكسي. لا لسه منى لسه طالعه حالا دلوقتي. طب اتفضلي حضرتك وانا هطلع معاكي. لا طبعا ما يصحش اطلع اخبط على ناس ما اعرفهمش. طب حضرتك ممكن تديني الامانه اللي معاكي وانا هطلعها لهم. لا معلش اصل دي امانه بس هقول لك على حاجه. حظك بقى معيش فكه. شكرا يا هانم شكرا. العفو انا بس كان ليه عندك طلب. لو معاك نمرتها او نمره حد من عائلتها بحيث ان انا اقول لهم ان الامانه معايا واكلمهم واستاذنهم قبل ما اخبط عليهم. بص حضرتك هي ساكنه مع ستها انا هديك رقم الحاجه. شكرا. طلق انت قلتي كده بجد؟ ايوه يا يوسف. وايه اللي يخليكي تطلبي طلب زي ده فجاه كده؟ انت متفاجئ؟ هو انا المفروض ما اتفاجئش ولا ايه؟ يعني زعلنا من بعض شويه فتطلبي الطلاق؟ انت شايف ان هو ده السبب؟ امال ايه السبب يا انشي؟ في سبب المفروض اعرفه. مفيش اي حاجه خطرت على بالك؟ بجد؟ عشان انا ملهي في الشغل شويه يا انشي. عشان في راجل تاني ما بيني وما بينك يا يوسف. نديم بالتحديد لو انت محتار يعني انا بتكلم على ايه. يلا اتفاجئ موت من المفاجاه. قولي انه عمر ما حاجه زي كده كانت ممكن تخطر في بالك. بس ما ينفعش عشان انت عارف ان الناس كانت بتلسن على الموضوع ده من زمان. متفاجئ بجد ولا مخطوط ان انا جيت على الجرح اللي انا وانت عاملين نفسنا مش واخدين بالنا منه؟ نديم اللي وافق على الشراكه ما بينك وما بينه عشان خاطري انا بس. نديم اللي انا جيت لك في الاول وقلت لك انا شاك ان هو بيعكسني انت قلت لي لا مستحيل وبعد كده بقيت بتزقني عليه عشان ينفذ لك كل اوامرك. على ما أظن إن أنا كده عداني لعيب. وضحت لها كويس أوي أنا بتكلم على إيه. هو أنت متخيل إيه حدود علاقتي مع نديم؟ اسكتي يا أنجي اسكتي. لا مش هسكت. عمرك ما شكيت إن اللي في بطني ده كان ممكن يبقى ابنه مش ابنك أنت؟ لا طبعًا. إيه اللي بتقوليه ده مستحيل؟ ليه مستحيل؟ مش هو أكيد بينفذ لي كل أوامري بمقابل؟ مستحيل عشان أنا متأكد إنك عمرك ما تعملي كده. فأنت عشان أنت مطمن رميتني أنا في وش المدفع. أنا مش زي ما أنت بتقولي يا أنجي. أمال أنت إزاي؟ أنا بحبك. أنا عارفة. متأكدة. صعب غريب أوي. مقرف بس انا مش بلومك انت لوحدك بلوم نفسنا كمان. انا اللي قبلت ان انا اخش معاك في اللعبه الوسخه دي. نديم بيحبني وانا ما رفضتش عنده. ما رفضتيش ازاي بقى؟ لو انت بالنسبه لك الخيانه ان انا اكون سبت نفسي في حضن راجل تاني أنا ما خدتكش. بس لو الخيانة بالنسبة لك إن أنا وافق إن راجل تاني يقول لي إن هو بيحبني وإن أنا أستسلم لحبه وأسمعه وأسيبه يتكلم ويتمادى يبقى حصل. مش بسبب أي حد تاني غيرك أنت يا يوسف. بس كفاية يا أنجي. كفاية. عشان كده أنا عايزة الطلب. أنا آسف. مبقاش ليها أي تلات
حتى لازم انا اسف. الموضوع بقى اوسخ من انا اسف بكتير، بس انا احسن من كده عشان لسه في حته ظاهره جوايا بتقولي ان انا لازم ارفض ان انا استسلم للعبه الوسخه دي. فلو انت خايف ان مشروعك كتير لو انت طلقتني، متقلقش، ضمنهولك برقبتي. انا عايزة اتطلق. اطلبي مني اي حاجة، ممكن اعمل اللي انت عايزاه، بس بلاش نتطلق. ايه هطلب منك ازاي انك تعرف نظري تاني بعد ما انت نزلت؟ مش عايزه، مش قادره. ممكن من كتر ما كنت عايز المشروع ده، من كتر كنت عايزه يتم، كنت اناني، ما كنتش شايف حاجه تانيه غيره. دي ما اسمهاش انانيه، دي اسمها حاجه تانيه. طلقني عشان ارجع احترم نفسي تاني، انا همشي. واستنك تكلمني عشان تخلص كل حاجه. فتشي وراها وراقبيها، هتلاقيها على علاقة بأستاذ من أساتذتها. بنتي بتقولي ان ليها زميله على علاقه باستاذ من اساتذتها. عارف ان مفيش حاجه بيني وبينك تخليني يعني اطلب اشوفك واتكلم معاك في الموضوع ده. يا يوسف انت جوز اختي، عشان كده بكلمك، عشان عايز افضل جوز اختك. عايزك تطلب منها تسامحني، تديني فرصه تانيه. ايوه انا ازاي اخليها تديك فرصه تانيه وانا اصلا مش عارف الموضوع؟ انا فعلا مستغرب ازاي انجي ما حكيتليش الموضوع ده، مع اني بيني وبينك مش مفروض اكون مستغرب، بس عشان من الواضح ان انا اللي بقيت غريب. انت بس قول لها قد ايه انا بحبها، انت عارف. قول لها انا ما بحبش حد قدها. طب انت ممكن تحكي لي ايه اللي حصل بالظبط؟ انت خنتها مثلا؟ لا طبعا، انا بحب انجي، بحبها ادم، ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. ما تقلش كده في الشرب، خفف شويه. حاجة أعرف عنها غير إن أنا أقعد أشرب.
ازيك؟ الحمد لله. ايه يوسف كان عايزك في ايه؟ انجي كويسه؟ مش عارف، بس من الواضح ان مفيش حد كويس اليومين دول. هو انت شارب؟ اه كتير، بقالي كتير اوي مشربتش كده من ساعة ما خدت الخطوة الجريئة. التي يعقبها الندم؟ ايه؟ مش هما برضو بيقولوا الخطوة الجريئة التي يعقبها الندم؟ تيجي مصيرة تحس ان انا ادمان. ليه مرعوبة من ساعة ما ظهرت لهم تاني؟ مش عارفة، ما بقاش خايفة ولا مرعوبة، وكل يوم خوفي ورعبي بيزيدوا عن اليوم اللي قبله، وانت ما بتطمنيش، بالعكس ده انت بتأكد لي خوفي ده كل يوم عشان حاسك بتبعد عني يا ايدا. ايوه، فانتي عشان خايفة انا ابعد تبقي بعيل. قصدك ايه؟ قصدي ان احنا اتفقنا ان انت ما تخلفيش يا حبيبه، عشان كل الظروف الحراريه نديم ما تسمحش ان انت تخلفي. بعدين انت مفروض تبتغي الحبايه، بس بعد اللي حصل ده فجاه بقيت حامل. يعني انت شاكك ان انا حملت عشان اربطك جنبي؟ غشيتك يعني وقلت لك ان انا باخد الحبايه وانا مش باخدها؟ ليه، عشان احطك قدام امر واقع؟ اتاري مصدر لي وش جبس بقالك كام يوم؟ انت فعلا شاكك ان انا عملت كده؟ عشان بس محظوظ اليومين دول مرعوب. انا بس مش متخيل ان انا وانت ممكن نكون ابو وام كمان كام شهر. في مشكله الطفل. وما جيتش قلت لي ليه كده اول ما جيت قلت لك اني حامل؟ ما فيش حاجه تتقال. لا، كان فيه، كنت محتاج تيجي تتكلم معايا علشان نتكلم مع بعض ونطمن بعض. وبعدين مين قال لك ان انا جاهزه علشان اكون ام؟ مين قال لك اني ما عنديش احلام عايزه احققها قبل ما يكون عندي عيل؟ مين قال لك اني مش عايزه اكون مهندسه كبيره؟ ادم انا مش عايزه حاجه تربطك بيا غير انك تكون بتحبني، وما تكونش مستعدة تستغنى عني مهما حصل. انت ليه فاكرة ان انا عاوز استغنى عنك؟ انا استغنيت عن كل حاجة في حياتي عشانك انت. انا مش عايزة الطفل ده يا ادم، انا هنزله. ده بيكره وده بايع بالفطره.
تمشي مهما بيكون صعب. ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغلب، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة تمشي مهما بيكون صعب. ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغلب، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة بيكره.